مش فيك؟ خلقت لي ذا الكرافتة. وين كرافتتك؟ حطيتها بجيبي مره اختنقت. طيب وش رايك في لبسي؟ ما هو زين والله. ما انت بذرب يا اخوي. قل 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 شيء. الغالب قالب. يعني قال مش بلا ما تقوله. اهلين. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا بيت ابو سمير؟ اي نعم. شو بتريد؟ نبي ابوك. وين الله يسلمك؟ بيي مات من سنتين. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. بس مين الاخوين؟ انا محيميد وهذا اخوي حمود. احنا عيال صديق ابوك اللي هو ابونا ابو محيميد. اي اهلا. يا اهلا. بيي كان يحكي عن بيكم كثير. يا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. باليمين. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا. تفضلوا. يا اهلين. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. شرفتوا. اهلا. تفضل. بسم الله. تفضلوا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. الحقيقه الله يسلمك. ابونا الله يرحمه قبل ما يموت قال ان ابوك الله يرحمه هو صدق له من اول ان ابوك يعرف عنوان خوالنا خالنا بطرس ودنا تدلنا عليه. وانا كمان بعرف عنوان اخوالكم. هني بيت ابو شلهوب؟ اي هذول خوالنا بيت شلهوب. ابشرك صار عندنا خالص ما بطرس. الحمد لله. خليني ضيفكم شيء بالاول وهلا بتصل فيهم وبخبرهم بوجودكم وبخذكم منهم موعد. شو بتحبوا تشربوا؟ انا والله ودي بعصير زعتر. ما شفته يا حمود؟ الله العظيم ما شاء الله عليهم. شمسهم أبرد من شمسنا. ظنك الحين يا حمود هذا بسبب الاحتباس الحراري؟ والله أنا ما أعرف هالسؤال. بس أنت الحين ظنك يعني ما يجيهم غبار مثل يجينا؟ لا لا ما يجيهم غبار. يجيهم ذيك اللي يسمونها غطيطة. وش مغيطة؟ مهم مغيطة غطيطة. هم البحر يتبخر ثم يجيهم ذا اللي مدري وشو اللي يسمونه غطيطة. أنت الحين ظنك يعني ظنك إن خالنا بطرس يعني وجهه كذا ولا مش خالنا بطرس يعني مسيناهم. كم ساعة؟ ما أدري كم ساعة. ناظرها في جوالك. هو ترى يلا خلنا نروح لهم. هذه ضريبة إنك أنت تشتغل وبعدين هذا النتيجة. هم كان تصوير كويس وكل شيء. أخته؟ إيه هذا يطلع في التلفزيون. هذا اللي يمثل. والله. إيه هو. خلنا نسلم عليه. خلنا نسلم عليه. خلنا نصور. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. هلا والله وسهلا. نونك انت اللي تمثل؟ السلام عليكم. اي نعم انا اللي. يا حليل. وش عندك في لبنان؟ والله عندي عمل جايين. طيب يمكن نصور معك لو سمحت؟ اي والله نصور. روح نسوي. حياكم والله على الساعه المباركه. هلا. انا اصور بس على اذنك بنصور مع الفنان العظيم. هلا. وين جوال الكاميرا؟ هذا هو جوال. اعطني اياه. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. دائما التماثيل حقاتكم مره تضحكون. شلون ذا يشغل هذا؟ ايش وراك سويت فيك؟ حطه. ما سويت. لا حطه طلعه. ايه راح ارعص ذا لين ما يجيك كلها. هي الوسطيه ولا اللي على جنب؟ اللي على جنب. اللي على جنب الثاني. حليلكم والله. دائما اشوف تماثيلكم دائما تضحكون مره. ما وش فيك؟ ما صورت. حط هذه وراك. حطها هنا. حطها يا اخوي. انت اللي حطها. انا قد اصبر اصبر اصبر. حط هذه هنا. شفتها هذه؟ ايه. انزل 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 واذا وصلت لحقة الاستديو ارعص ذيك. اصبر. ارعص الوسطيه. ارعص الوسطيه اول شيء. ارعص الوسطيه. ارعص الوسطيه. طلعت حقة الرسائل. لا يا ابن الحوش اللي جابك للرسائل يا اخوي. انت اللي تحطها. حط هذه. حطها. شفت هذه؟ ايه. بس اذا الحين بس الراس. بس الراس. والله ما شاء الله عليكم مره تضحكونا. ايه تقدر تضحكنا شوي؟ كيف؟ ايه بصور معك. الله يسلمك. طيب يلا صورنا. ها وش سويت فيها انت؟ وراك عفستها. ما عفستها. طلعت الرسائل ثانيه. ادفك. لا لا همك تقول ذي. انا كنت حاطه على ذي. هذه جت. يلا
سويت؟ يا اخوي انت وش سويت فيها؟ شنو سويت فيها؟ هذه إيه؟ انا كنت حاطها هنا ومش ليش حركتها انت؟ اصبر 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 يا اخوي، هذا جوالي انا اعرف له. انت سويت شيء ما ادري وش. هذه جت الكاميرا. اي ما ادري وش سويت فيها. يلا ايش فيك؟ راح خلاني اقول خالي بطرس اهم بس امشي.